بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، وكلاء الجامعة، عمداء الكليات والعمادات المساندة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في ورشة العمل التي تقيمها كلية الهندسة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا إرفاين الأمريكية وجامعة كيبك الكندية، بعنوان إنجازات التعاون التعليمي والأكاديمي بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز وجامعة كاليفورنيا الأمريكية وجامعة كيبك الكندية. معالي مدير الجامعة، الحضور الكريم، لم تعرف الإنسانية في تاريخها أساساً يبني نهضتها ويخلد أمجادها كالعلم، ولم يعرف في تاريخ الأمم معول هدم أسقط الحضارات كالجهل، فبالعلم تحلق الأمم وتعلو حتى تبلغ ذرى المجد، وبدونه تهوي في مراتع الجهل والتخلف. وبلا شك أن ما تتوجونه معاليكم اليوم وصحبكم الكريم أحد أهم وسائل الرقي بالعلم في الجامعة بشكل عام وكلية الهندسة على وجه الخصوص. معالي مدير الجامعة، الحضور الكريم، خير ما نبدأ به حفلنا هذا الصباح آيات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعكم الطالب صالح بن فهد العيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أما الآن مع كلمة سعادة عميد كلية الهندسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، أصحاب السعادة الوكلاء والعمداء، ضيوفنا من جامعة كاليفورنيا إرفاين، أصحاب السعادة زملائي أعضاء هيئة التدريس والموظفين، أبنائي الطلاب، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذا اليوم المبارك أن نسعد بكم بيننا في هذه الورشة المعنية بإنجازات التعاون التعليمي والأكاديمي بين جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز وجامعتي كاليفورنيا إرفاين الأمريكية وكيباك الكندية، والتي كانت وبحمد الله شاملة للعديد من الأبحاث العلمية والمشاريع الطلابية، وكان لها الأثر الفعال في مسيرة المشاركين فيها من طلاب كلية الهندسة وكلية هندسة وعلوم الحاسب. معالي المدير، حفلنا الكريم، عملت الجامعة على تحقيق البيئة التعليمية والأكاديمية التي تكفل للطالب اكتساب المهارات والمعارف التي تساهم في صقله وإعداده لمستقبله ومستقبل الوطن، ومن ذلك برامج التعاون الدولي والاتفاقيات والشراكات الأكاديمية التي عقدتها مع العديد من الجامعات المميزة عالمياً، والتي منها محور ورشتنا لهذا اليوم جامعة كاليفورنيا إرفاين
وجامعة كباك، وعليه وباسمي وباسم كافة المستفيدين من هذه الاتفاقيات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس، نتقدم لكم معالي المدير ولرئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الدولي بالشكر والتقدير والعرفان، فقد جمعتم الطموح الكبير والإرادة الصلبة والتخطيط السليم لتعبر جامعتنا مسافات بعيدة في التميز الذي جعلت منه محوراً هاماً في رؤيتها وخطتها الاستراتيجية. وقبل الختام اسمحوا لي معالي المدير أن أوجه رسالتين. الأولى للطلاب، فقط احرصوا منذ اليوم الأول لكم بالجامعة أن تكونوا من المرشحين مستقبلاً لهكذا برامج. والثانية لزملائي أعضاء هيئة التدريس، احرصوا أيضاً أن يكون لكم مشاركة في هكذا اتفاقيات، بل اعملوا أن تجدوا لجامعتكم جامعات مميزة يمكن التعاون معها مستقبلاً في هكذا خدمات. وفي الختام أكرر شكري وتقديري لوجودكم بيننا معالي المدير، ولعلك تأذن لي بأن أتقدم لزملائي في الكلية بالشكر والتقدير على حسن الإعداد والتنظيم لهذه المناسبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع كلمة وفد جامعة كاليفورنيا إيرفاين. It's a pleasure to be here with you again, and it's a pleasure to see everyone with familiar faces and friends now, and also new faces in the audience. So every time we come to Saudi Arabia, and specifically every time we come to this university, Prince Salman bin Abdul Aziz University, we see massive progress. We see a lot of improvements. We see a lot of new developments. And this is an indication of dedication and very hard work on the administration side, and of course on the student body and the faculty. Everybody's contributing towards progress. So again, it is always a pleasure to be here, and a very real experience to see you all and see how fast and how well you have progressed. So let me start by talking a little bit about the mission of the Saudi Arabia International Program that we have with you at UCI. The whole goal of the program is to provide students with an immersive experience so that when they come to the University of California, Irvine, they experience the culture of the university. They integrate with the faculty. They integrate with their peers. And that is the real way by which students get to experience and get to learn about different cultures and about different educational systems. Now, interestingly enough, today I'm going to, rather than focus only on what we did last year, I want to focus on what we've been doing over the past 4 to 5 years. So we started working with the university officials about 5 years ago to get this program off the ground and to start to discuss about what is required in this program to make it a success. So we had a vision and we had a mission to achieve that, and we started to implement these steps to get towards where we are today. So the administration at UCI and the faculty, also the administration at PSAU and the faculty, worked together, and today we're going to review how far we've gone through over the past 4 years. So, I went back in the archives and tried to find some pictures that capture the progression over the years. So in early 2010, we had discussions with, of course, President Al-Asimi and Dr. Awad Al-Asmari, who was the vice rector at the time, and we spent about a year discussing how this program should be structured, what is the best way to make this program beneficial to students. And that led to the first MOU, or Memorandum of Understanding, between the University of California, and that's the first picture you see up there. So that was the first MOU between the UCI faculty and administration and PSAU. And Dr. Awad Al-Asmari came to the United States, as well as Dr. Osama Al-Ghatani and Dr. Al-Jum'ah. And we had our first discussion, our first memorandum of understanding.
Later that year, in April 2012, I came to the IECHE, which is the International Conference on Higher Education, and we signed the agreement for the first 2 years, and we received the first cohort of 15 students in June of 2012. That was followed by a second cohort of students of 18 students who arrived in June 2013. And then we improved the agreement, and we improved what kind of services we'd be offering to the students. And then in April of 2014, that's when we renewed the agreement again. And in that case, we had a vice rector. We signed it in the IECHE again. And as you can see in the background, there was the Minister of Education, and of course, President Al-Asimi, and Vice Rector Dr. Abdullah. And then after that, in June 2014, we kicked off the third cohort of students, and that was 13 students to UCI. And finally, we come to 2015, where we received the fourth students, and they were 12 students who arrived at UCI. So that is one slide that summarizes 4 years of hard work between us and your esteemed university. So let's talk a little bit about the program components. What exactly do the students get when they visit UCI? So there's two parts to this agreement now. One of them is for summer undergraduate visitor program. This is where the students come to UCI and they integrate directly with a professor and graduate students in their labs. Now that is the key part, is that the students get to experience working with a professor from UCI and working with his graduate students at UCI to experience how they do their work. And that is spent for 10 weeks. And then in the end, the project ends with a symposium where the students present the work that they have done over the past 10 weeks, and they present that to an audience of faculty and students and staff, and they explain what they've done over the past 10 weeks. Also, we provide them a comprehensive program in English. So they spend half of the day taking English, and some of them like it, and some of them don't like it too much because it's a very structured program. But in the end, they spend half of the day in the English part and half of the day in the labs working with faculty. Another part of the agreement was the institutional agreement. Now, in the institutional agreement, we did an articulation between all the courses that are offered at SAU in the College of Engineering, as well as the College of Computer Science and Engineering, with courses offered at UCI. So basically, this is a direct one-to-one correspondence between the courses that you offer at this university and the courses that we offer at UCI. So that was done early on as the first institutional support. The second thing is that we held many numerous workshops between UCI and SAU to look at ABET accreditation and accreditation both at the national and international levels. And we did some reviews of what is called a self-study report, which is what is reported to ABET to say, well, how is this program being structured? And it is definitely, we are very pleased and we were very happy to hear that the College of Engineering achieved ABET accreditation in a very short period of time. This is an international recognition of the dedication and of the processes that are in place to ensure that the students get a quality education. And when I say this is an achievement, I really mean it. This is a big achievement, and we are very happy to have been a small part of the team that contributed to that success. And from that success to many successes, we hope to be part of that with you in the future. So that's what was done on the institutional side. We also represent our university, UCI, as well as your university, SAU, in the IECHE every year. So we travel there every year to represent the collaboration between our two schools in this international venue. So in a nutshell, over the past 4 years, we have had 58 students come to UCI, and that is a large number of students. So we are very happy to have hosted them at UCI, have worked with them, and offered them programs in which they were able to hopefully learn a lot. Now, this program is designed to be highly staffed, so there's a lot of interaction between the students and the faculty. So in addition to myself as the program director and Professor Fadi Kirtahi as the co-director of the program, the students from SAU worked with 10 different faculty members at UCI and 2 postdocs. So that brings the total to about 14 doctors from UCI with which these students interacted over the past 4 years. We also had 11 graduate students supervise them, and some of them are repeat graduate students. For example, David worked with 2 generations of students from SAU when they came over to UCI. And we finally have a dedicated support person, Anis Hamouda. I think many of you students remember Anis. He is a very energetic person. Anis takes care of the day-to-day activities of the students, so he makes sure that they are well-fed, they are happy, they have been taken care of in terms of all the logistics for the program.
So overall, from 2012 to 2015, we have offered the students a total of 46 different projects from which they can choose which projects that they would like to work on. We usually want to make the number of students who work on a project either one or two, so that there is a high level of integration and work that is done by the students when they work on these projects. So of course, I don't expect you to read, the font is very small, but I just wanted to put it there to say that there has been a large number of projects offered to the students over the past 4 years. So how do we assess the students? How do we make sure that the students were able to actually deliver? So the student, the assessment is basically based on how well the students integrate and how well they work with members of the faculty at UCI. So this is a mentored program. In other words, we take the what they should do and we divide it into some very structured modules. And they are divided on a week by week basis. So each student knows exactly what they should do to get to the final goal at the end of the 10 weeks. And they do that in a weekly modular format so that we ensure success. So how do we differentiate grades? We differentiate it based on how much work the student needed to get him to that milestone. In other words, if a student has a lot of initiative and does things on his own, then he gets a very high grade because he was able to take the initiative and do work and do research and problem solve to get to the final goal. If a student requires a lot of hand-holding consistently, in other words, we need to sit down with him at every step and we need to guide him in every step, then that student gets a lower grade. So the grade is based on the amount of effort that the student is putting in towards the final goal of the project. And we give them 70% of the grade on student participation and 30% on the final symposium. So as I said, the grading scheme is S plus goes to the person who has the initiative and takes on a leadership role in the project that they're doing. S means that the student is satisfactory, that he was able to do what we asked him to do in a reasonable amount of time with a reasonable amount of support. And S minus means that he really needed a lot of support. In other words, the graduate students spent a long time working with that student in order to make him get to the goal of a final working project. So now I show you the grades over the past 4 years. So you can see that basically we had between 10 to 18 students a year. And the first one is 2012, 2013, 2014, 2015. And you can see that it follows a natural bell curve. In other words, the most of the students were satisfactory. Some were exceptional and they worked very hard and got an S plus so that they were able to deliver on what we asked them and they were able to take the initiative in what they were doing. And some of the students were S minus, which means that they required a lot of work to get it to the final point. But what I'm trying to say is that in the end, all the students or most of the students ended up with a working prototype. They came with a goal and they left with the goal done. Now, the amount of work in between is what differentiated between these grades. Now I'm going to talk about the other part of the program, which is the English training. Now, in the English training, we worked on three areas of English: grammar, reading and writing, speaking and learning, and reading and vocabulary. And most students who could not effectively communicate at the beginning of the program, towards the end of the program, they were able to answer questions in fluent, well, more fluent English. They were able to talk to the general population from UCI and be able to explain their projects and be able to explain what they did to the general population. And that in itself is a big achievement. And I think language is practice. It's not just that you learn the language, but language is about practicing the language. And we force them to practice the language. So even though I can speak Arabic, I don't speak Arabic to them there, unless it's really, really necessary. So and also all the graduate students and all the faculty members who work with them do not know Arabic. So basically, they are forced to use that language when they integrate with the rest of the UCI community. Now, one thing we did last year made a big difference. So last year, we worked with Dr. Osama and Dr. Joma, and we asked that the students, before they come to UCI, take courses in English. And that made a very big improvement in their grades at UCI. So let me show you the grades. So this is the grades from 2012, 2013, 2014, and 2015. Now, between 2014 and 2015, this is where we asked that the students take courses in English here before they join us at UCI. You will see that in 2015 is the only year where a large percentage of students got A. You can see that at least three students got A, and many students got B plus and B. So basically, that pre-preparation, in other words, the time that they invested at PSAU in learning English before they came made a big difference, not just in the English grades,
because they were able to understand English better, they were able to do more effective work on their graduate projects at UCI. So that was an overview of, I wanted to give you an overview of what we've done over the past 4 years. Now I'm going to specifically talk about what we did last year in 2015. So this is the group we had in 2015, and I see many of the friendly faces that we had at UCI this year sitting in this auditorium with us. And this is a combination picture of myself, Professor Kardahi, the students, the graduate mentors who worked with the students at UCI, as well as some of the faculty at UCI. So the way we structure the 10 weeks is that in the first week, we give them general education about some core skills that they need to know. So specifically, we focus on programming languages. We teach them Python, C, we teach them MATLAB, and we teach them SolidWorks, which is necessary for 3D printing. So these are the four tools that we focus on in the first week, which is purely lectures. After we pass the first week, where they take these theoretical approaches to tools, we then start to give them the choices of which projects they need to work on. Once they identify the projects that they want to work on, we then divide them up into teams, and we allocate TAs, or teaching assistants, who work directly with the students on their projects. So they work on the projects for about 6 to 7 weeks. So the first 1 to 2 weeks are lectures, then 6 to 7 weeks of project working. And then in the final 3 weeks, we spend a lot of time teaching the students how to present their work. Because it's not just about getting the technical work done. You might have the best project in the world, but if you're not able to explain what that project does, then there is no benefit. So what we do is that we sit down with them, we teach them how to write posters. So we give them the posters in a very organized modular manner, and they fill the posters in an organized manner. Then we review these posters with them. Then we videotape them, presenting the posters by themselves without having an audience. So we train them on how to talk about these posters. And then we have the symposium. So we found that to be a very successful formula, because the students gain confidence, and they're able to talk about what they've done in a confident, professional manner. The symposium has three things in the end. So the deliverables are a written report detailing what they did in the project, a poster presentation, which you will see in a little bit, and a working prototype, if applicable. So let's talk about some sample projects that they did last year. So one of the projects is a drone project. So in the drone, what they do is that they wrote the control software that tells the drone where to go from point A to point B. So they program the drone to start at a certain point, pick up something, and move it to another point and drop it. And that is a very relevant thing. For example, Amazon, which is one of the biggest companies in the world, is doing exactly that in the United States. They want to program drones to deliver parcels to your doorstep. So you buy something online, a drone picks it from a warehouse, flies to your house, drops it at the house, and then takes off. So you need to be able to control the drone to autonomously fly from point A to point B. So this was a project, and in that project, they learned MATLAB, Python, C, SolidWorks, and Node.js programming language. This is the poster that they ended up doing. And as you can see, we divide the poster into a very modular format. So they start by saying, well, what is the motivation? Why am I doing this? After they talk about the motivation, they talk about the project objective. Okay, exactly what am I targeting to get out of this project? And then they talk about the challenges they met. Then they explain their main idea. Then they explain the tools that they use to achieve that main idea, the results that they have, and then future work and conclusions. So we take it into modular, structured things that they can talk about. This is another project that we did in the civil engineering. And in this project, they did structural behavior of thin-walled steel tubes under axial load. So they got steel tubes, and they actually, in the lab, took it and tried to do different load testings on them to see where they fail. So this involved a lot of experimental work. So they went and bought the tubes. They pressured them into different pressure zones, and they see when they crush. And again, you'd find that it is the same kind of progression in the poster. They talk about the motivation, the objective, the procedure, what kind of tools they use, the results that they got, and the conclusions. And then this is another flavor of another project that was done. And this was a very interesting project for the student, because they were using lasers to identify the speed at which particles flow in a laminar flow. So you would illuminate the tube with lasers, and then you would take very fast pictures to be able to estimate how fast particles are flowing in that fluid.
So this involved a lot of hands-on work and also a lot of dangerous hands-on work because lasers are not easy things to handle. You need to learn first what is the safety procedures that need to be in place before you can go and start to play around with lasers. So this was a dual kind of education. We first taught them safety in the lab, and then we taught them how to do the lab experiments themselves. Again, you'll find that it follows the same structure, motivation, project, main idea. So we try to make it a unified experience for all the students. One thing that we did to make the students excited is that at the end in the symposium, we have a best-in-class show. So we give the visitors to the symposium a ticket, and when you like a poster, you give the ticket to the poster presenter. And then in the end, we do a competition to figure out, well, who is the winner, who won, who was the best presenter, not necessarily the best project, but who was able to present his ideas in such a way that the audience perceived him to have the best project. And that, we found that made the students very excited and very interested in presenting. I'm now going to talk about the general arrangements that we offer to the students. So this is a program, it's a fully catered program where the students arrive at the airport and they are picked up by UCI buses, they're taken to their homes. We help them get the phones, we help them get bank accounts. So it is a complete experience where they basically get to do everything needed in a foreign country. And then we administer a placement test at the beginning where each student is placed in a language level that is appropriate to that student's expertise. This is a sample of the schedule. So as I said, in the first part of the day from 8 o'clock in the morning until about 2 p.m., they take English. And then from 2:30 open, we have it here until 5, but actually some of the students used to stay in the lab until 10 p.m. And that was an interesting thing because one of the students came to me and said, I have never worked until 10 p.m. before in my life, but I now, because I have a project that I need to deliver in a very short period of time, I want to stay until 10 p.m. So I think that was a really interesting comment from one of the students. And then finally, we also give them health insurance so they're covered during the period that they spent at Irvine. We give them bus passes so that they can go around Irvine and experience what we have. Also, all meals are covered by the program, so the students arrive and they basically, we give them a card and they can use that card at any restaurant at UCI to get meals. And of course, Ramadan needs special treatment because we have iftars and suhoors that lay out of the functional hours of most restaurants. So in that, during Ramadan, we give them cash that they can use to eat anywhere off campus that they prefer. One comment that we also got from the students is that after 2-3 weeks, they say, I don't want to eat pizza anymore. I'm sick and tired of pizza and burgers. So we want some Saudi food. We want some Middle Eastern food. So what we do is that every week in Ramadan, we have a feast where we go and contract with. Near to Irvine, there's a small city called Anaheim. Anaheim has another name. It's called Little Arabia. They call it Little Arabia in the US. And it's all about Arab restaurants and Arab, basically Arab culture. So we go to their restaurants there and we contract with them to bring food to UCI and we try to cater to the students every week where we have a gathering and we listen to Arabic music and we eat Arabic food and then we go back to pizza the next day. So we give them one day break. We also arrange a cultural program for them so that they can visit different areas at California. Now California has many flavors. Anything you want to do, you can probably find in California. If you want to go surfing, you want to go skiing, you want to go to the theme parks, basically anything you want to do, you will find a venue to do it in California. So we help them with that and we give them ways, transportation to these events and so forth. Another thing that we try to do with students is that we try to integrate them with students that are non-Saudi, mostly non-Arabs essentially. So we want them to have an international experience. So we either make them share their apartments with non-Saudi students or we make them share the compound in which they are living with non-Saudi students so that they can experience how to interact with other cultures. I don't want to say it was smooth, right? Because it's not. Because sometimes, for example, you're sharing an apartment with somebody from another culture and you don't agree with what they're doing. But this is where you can have a healthy disagreement. You don't have to enforce your views on them and they don't have to enforce your views on you. But you learn to accept what they do as long as it is within the norms of civil behavior. So I think this was an important part of the program where they get to see the people from other countries, see how they live and what they do. Finally, I want to talk about our milestones for next year, for 2016. So as I said, having the students take English before they came to UCI was really beneficial. So we want to do this again this year. We want the students to take some English training before they join us next year.
And then we want to start up with a pool of bigger students. So instead of just taking the number of students who will come, we'd like to have a larger pool of students. So initially, we take 30 students, for example. Then based on their performance in the English language and based on interviews of the faculty of these students, we choose the best 15 out of them. And these 15 are the 15 that get into the program. So this creates a healthy competition and I think will benefit the program on the long run. So our goal is that by March, we have all the names of the students who will join us, and then we can start to the visa process and the airline process and so forth, so that they join us in UCI in late June. So now I want to share with you some video of the time that they spent with us at UCI this year. I think there's nothing, they say a picture is worth 1,000 words, so a video is worth an exponentially increasing number of words. So I hope this short video has given you a feeling of the excitement that the students had at UCI and what they've done over the summer. And it has been truly an enjoyable program for me. This program is rewarding on many levels because working with young students and helping them understand many issues and understanding how to talk passionately about their work is a joy. It really is. So I enjoyed working with the students and we look forward to many years of collaboration with you and from one success to the next. Inshallah. Thank you.
أيها الحفل الكريم، نترككم الآن مع فيلم وثائقي عن كلية الهندسة الخاص باتفاقية جامعة كاليفورنيا وكيبك الكندية. جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. التدريب الخارجي لطلاب كليتي الهندسة وهندسة علوم الحاسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب علي بن سعد العليمي، تلقيت التدريب في جامعة كيبك في كندا. الطالب عبد الله المحسن العتيبي، تخصص هندسة مدنية، تلقيت تدريبي في جامعة كاليفورنيا إرفاين. جامعة كاليفورنيا وجامعة كيبك الكندية من الجامعات الرائدة العريقة. كان لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز شرف التعاون معها في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريبية، ويشمل ذلك عقد الدورات التدريبية لطلاب كلية الهندسة وكلية هندسة وعلوم الحاسب في معامل ومختبرات جامعة كاليفورنيا وكيبك لإكسابهم المهارات اللغوية والتدريب الميداني والعلمي، حيث كانت معامل ومختبرات ومكتبات الجامعتين مشرعة أبوابها لإنجاز المبتغى وفق أحدث التقنيات والخبرات. استفادت جامعة الأمير سطام من الاتفاقيات الدولية مع جامعة كاليفورنيا إرفاين وجامعة كيبك بكندا في عدة محاور، حيث استفادت في المستوى الأول في تدريب الطلاب في التدريب الصيفي في تنمية مهاراتهم الهندسية والمهنية، مما أثار اكتساب كثير من الطلبة عدة مهارات في هذا المجال. مضى على الاتفاقية 5 سنوات حصد فيها طلاب الجامعة جملة من المهارات والمعارف المكتسبة، حيث أرسلت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز كوكبة من طلابها المتميزين من كليتي الهندسة وهندسة وعلوم الحاسب بعدد يقارب 95 طالبا أمضوا في التدريب 10 أسابيع متصلة، يحصدون العلم ويصطادون المهارة ويتقنون التدريب ويحضرون المؤتمرات العلمية الطلابية، الأمر الذي فتح المجال واسعا أمام طلاب جامعة سطام بن عبد العزيز ليرتادوا المعالي. تولي جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز التعاون الدولي اهتماما بالغا، حيث يعتبر النافذة الأساسية والدولية لربط الجامعة مع العالم الخارجي، وتحرص الجامعة على الارتباط بجامعات عريقة ذات مراكز متقدمة في التصنيف، حيث يساهم بمشيئة الله مثل هذا الارتباط مع هذه الجامعات بتجويد برامج الجامعة ونقل الجامعة نقلة نوعية خلال فترة وجيزة من الزمن. وتحرص الجامعة من خلال هذا التعاون الدولي على تنمية مهارات الطلاب والخريجين من خلال الالتحاق ببيئة متميزة وبيئة ذات جودة عالية، يساهم بمشيئة الله في صقل مهاراتهم وفي أيضا زيادة محصولهم المهاري وزيادة مهارات الاتصال لديهم والعمل ضمن فريق عمل متكامل. كل هذه المهارات سوف تجعل من خريجي الجامعة بمشيئة الله من الخريجين الذي يتنافس عليه جهات التوظيف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث يستفيد الطلاب من هذه البرامج النوعية في تحسين لغتهم الإنجليزية وأيضا العمل في مختبرات ومعامل هذه الجامعات المرموقة المتميزة، مما ينعكس عليهم إيجابا من مشيئة الله في المنافسة المستقبلية على الوظائف في داخل المملكة وخارجها من مشيئة الله. والجامعة حرصت خلال السنوات الماضية على الارتباط بأربع جامعات عريقة ذات تصنيفات عالمية أيضا متقدمة، مثل جامعة كاليفورنيا في إرفاين وجامعة أيضا كيبك في كندا وجامعة وسيدة في اليابان وجامعة كيوتو أيضا اليابانية، وجميع هذه الجامعات من الجامعات المرموقة والمتميزة في التصنيفات العالمية. وسوف يساهم بمشيئة الله ارتباط الجامعة بهذه الجامعات بتجويد برامجها كما ذكرنا في البداية، وأيضا إلى تحسين مخرجاتها، وهو المطلب الأساس للجامعة لكي تكون الجامعة في صف أو في ضمن الصفوف الأولية في الجامعات السعودية بمشيئة الله. ولم تكتفي جامعة سطام بن عبد العزيز بما حصد أبناؤها، وإنما تجاوزت ذلك من خلال مراجعة الجامعتين لبرامج كلية الهندسة وخططها الدراسية،
كما تم تنفيذ العديد من الزيارات المتبادلة والمحاضرات العلمية والأكاديمية في ردهات جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ثم من خلال نقل الخبرات الممتدة في مجال الاعتماد الأكاديمي إبت، مما سهل حصول كلية الهندسة بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالخرج على الاعتماد الأكاديمي إبت. يسعدني اليوم أن أشارك بكلمة سريعة زملائي في كلية الهندسة، وأشارك كذلك أبنائنا الطلاب، وأنا سعيد جدا بما تحقق كلية الهندسة من خطوات متسارعة، ولعل آخرها حصولها على الاعتماد الأكاديمي من الإيبت الأمريكية، وهذا دليل على مستوى مهنية العمل بهذه الكلية. فأنا أبارك لزملائي العميد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بحصول الكلية على هذا الاعتماد. كذلك الحقيقة أشيد بما يتحقق للجامعة ولهذه الكلية على وجه الخصوص من تعاون كبير مع بعض الجامعات العالمية المرموقة، ومنها جامعة كاليفورنيا أرفاين وجامعة كيبك الكندية، وبالفعل استفاد منها عدد من زملائنا أعضاء هيئة التدريس والقيام بأبحاث مشتركة مع زملائنا أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات، وكذلك ما يحقق طلابنا الذين توفدهم الجامعة سنويا إلى هذه الجامعات من تعلم اللغة الإنجليزية وزيادة إتقانها، وكذلك المشاركة بأبحاث ومشروعات في معامل ومختبرات هذه الجامعات المرموقة. وبكل الحقيقة السرور وبكل سعادة أنا فخور وزملائي بنوعية الطلاب التي تشارك في هذه البرامج، وقد أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم، وأنا على يقين إن شاء الله أن هذه الخبرات التي اكتسبوها ستكون عون لهم إن شاء الله في مجال مهنتهم وأداء رسالتهم لوطنهم. فأعيد وأكرر الحقيقة تهنئتي لكافة منسوب الكلية وللطلاب الذين شاركوا وإن شاء الله الذين سيشاركون في أعوام القادمة، وأمنياتي لهم جميعا بالتوفيق والنجاح. جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز. معالي مدير الجامعة، الحضور الكريم، أما الآن مع كلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي مدير الجامعة دكتور أحمد الطويل، دكتور فادي قرداحي، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، عمداء الكليات، أعضاء التدريس، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. ويسعدني الحقيقة في هذا اليوم أن أشارككم استعراض إنجازات التعاون الدولي الذي تم بين جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز وبين جامعة إرفاين، وأيضا نشاط الحقيقة التعاون الدولي في الجامعة. الكثير من المعلومات ربما رصدت لديكم في شريط الفيديو اللي عرض قبل قليل، ولكن حقيقة أود أن أؤكد في هذه الكلمة السريعة وحتى أيضا لا نكرر كثيرا من الكلام، بأن الجامعة أقصد بها جامعة الأمير سلطان أدركت حقيقة منذ وقت مبكر أهمية الشراكة الدولية، ولذلك يعني قبل أكثر من 4 أو 5 سنوات أنشأت إدارة متخصصة بهذا المجال وهي إدارة التعاون الدولي، لإدراك الجامعة وإيمانها بأن التطوير يجب أن يسابق الزمن، ولا بد أن نختصر الزمن ونصل إلى مرحلة متقدمة خلال فترة وجيزة، ولن يتم ذلك إلا من خلال الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية كما تم في هذه الاتفاقية مع جامعة إرفاين. وبالتالي اتجهت الجامعة إلى عمل مجموعة من العقود والاتفاقيات، وفيها أيضا تنوع كبير جدا بين الشرق والغرب، فنجد اتفاقيات في أمريكا واتفاقية في كندا
واتفاقيتين في اليابان، وهناك أيضا مجموعة من الاتفاقيات في الطريق أيضا تكمل هذه المنظومة لتحقيق الأهداف المرسومة من التعاون الدولي الذي سوف يقدم الجامعة إلى المجتمع المحلي والمجتمع الدولي بهوية عالمية بنكهة عربية سعودية. الاتفاقيات الدولية التي عقدت بالجامعة تدور حول ثلاث محاور أساسية: الطالب، البحث العلمي، وخدمة المجتمع. وبالتالي نحن ندرك في الجامعة بأن الخريج من جامعة الأمير سطام لا ينافس خريج الملك سعود فقط والملك فهد، وإنما ينافس خريجي العالم بأجمعه. فطلاب السعوديين يدرسون تقريبا في كل دول العالم، كل دولة في العالم تجد فيها طالب سعودي. وبالتالي خريج جامعة الأمير سطام حتى يثبت جدارته ويجد مكان في سوق العمل لابد أن يكون مسلحا بالمعرفة والمهارة. الآن سوق العمل يتطلب جزء كبير من المهارة، لكن من المهارة والقليل من المعرفة للأسف. كنا في السابق في التعليم العالي والدراسات العليا وغيرها نركز على المعرفة ونهمل المهارة، ولكن التوجه العالمي الآن هو أن يحصل الطالب على جرعة معقولة من المعرفة ولديه مهارة عالية في تسويق هذه المعرفة. لذلك حيصت الحقيقة الجامعة في التعاون الدولي أن يكون هناك تركيز كبير على المهارات التي يغرسها هذا التدريب، وإن كان في فترة وجيزة في الطالب، من خلال تجويد اللغة الإنجليزية وتحسينها، تحسين مهارة الاتصال والتواصل، العمل مع الفريق، الحماس في إيصال المعلومة بطريقة جيدة. وكل هذه الأشياء كانت محور أساسي في التعاون الدولي وجميع الاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مع الجامعات الأخرى، إضافة إلى الاستفادة أيضا من هذه الجامعات في غير مستوى الطلاب، ولكن يخدم الطالب بطريقة أو بأخرى، وهو تجويد البرامج من خلال مراجعة الخطط الدراسية وتوصيف المقررات، محاولة أيضا المواءمة أو التوأمة بين البرامج المتناظرة، كما عملنا مع جامعة إرفاين في المواءمة بين مقررات الهندسة في الفروع الثلاثة والبرامج الثلاثة مع البرامج الموجودة في جامعة إرفاين، لعلنا نصل إلى مرحلة من استخدام طريقة جديدة في التدريس أو في تخريج الطلابنا بنظام 4+1 كما هو معروف في كثير من دول العالم، بحيث أن الطالب يدرس 4 سنوات في الجامعة وتتاح له الفرصة أن يبقى سنة دراسية أو فصلا دراسيا على الأقل في جامعة غير جامعته المانحة للدرجة، وبالتالي أيضا يكون الخريج لديه نكهة عالمية إذا جاز التعبير من خلال معرفته بالبيئة الأكاديمية الأخرى غير البيئة الأكاديمية التي أمضى فيها فترة طويلة. فهذه الحقيقة التجارب اللي نحاول أن نستفيد منها لتحسين وتجويد البرامج تمت أو إن شاء الله تتم من خلال التعاون الدولي، لأن حقيقة اخترنا جامعات تعتبر في قائمة أو في قمة التصنيفات العالمية، سواء كان في اليو اس نيوز أو في شنغهاي أو في التايمز، إرفاين على سبيل المثال في التوب 50 على مستوى أمريكا وهذا رقم يعتبر جيد، وسيدة تعتبر في اليابان تقريبا في التوب 50 على مستوى شنغهاي، كيبك أيضا في التوب يمكن 10 على مستوى كندا. وبالتالي احنا نتكلم عن جامعات يعني سبقتنا في المعرفة، سبقتنا في التنظيم، سبقتنا في المنافسة على أن تكون موجودة في الصدارة، وبالتالي سوف نطوع هذه الخبرات التي استفدنا منها أو نقلناها من هذه الجامعات لخدمة جامعة الأمير سطام لكي تتبوى مكانة تليق بهذه الجامعة، وأيضا نشعر بأننا فعلا عملنا جامعة بمواصفات عالمية. العنصر الثالث كان في هذه الاتفاقية هو البحث العلمي، وأيضا البحث العلمي هو الحقيقة الرئة الأساسية لعضو هيئة التدريس، وهو الواجهة الدولية الحقيقة للجامعة. ونجحت الحقيقة الجامعة خلال أيضا عملها في هذه الاتفاقيات في نشر العديد من الأوراق العلمية، ونحن حقيقة فخورون جدا بهذا الإنتاج. فعلى مستوى الإنتاج من هذه الاتفاقيات وفي فترة وجيزة نشر أكثر من 25 ورقة علمية في مجلات مصنفة ضمن الويب اوف ساينس أو الآي اس آي كما هو معروف سابقا، بل إن بعض المجلات التي نشرت في خلال السنتين الأخيرة لا
لديها يعني معامل تأثير يفوق 6.5، وهذا يعتبر بالنسبة للجامعة مثل جامعة الأمير سطام إنجازات يعني متميزة جدا. الجامعات التي أمضت سنوات أو عقود تحاول أن تنشر في مثل المجلات التي تصل معامل التأثير فيها إلى مثل هذا الرقم، وبالتالي حقيقة إنجازات التعاون الدولي إنجازات ملموسة ولله الحمد، وإنجازات مبشرة، وتجعل الإنسان حقيقة يفخر بما تحقق في هذه النقاط الثلاث على مستوى الطلاب. يعني في إنجازات الاتفاقيات الأربع الآن القائمة خلال الأربع سنوات الماضية، يعني شارك أكثر من 120 طالب للتدريب الصيفي، وهذه تعتبر حقيقة شريحة جيدة، يمثلون 4 كليات على مستوى الجامعة، يمثلون أكثر من 8 برامج في الجامعة. فهذه كلها حقيقة أرقام إذا نعيدها إلى النسب نجد أنه 4 كليات من 20، نتكلم عن 20% من الجامعات من كليات الجامعة تقريبا تساهم. إذا تكلمنا عن 8 برامج أيضا رقم كبير جدا في المشاركة. على مستوى كلية الهندسة حوالي تقريبا 100 طالب شاركوا في الأربع سنوات، وهذول يمثلون تقريبا 10% من التوتال بادي أو عدد الطلاب الكلي في كلية الهندسة، وهذا يعتبر رقم مؤثر جدا. هؤلاء الطلاب أو الخريجين لديهم الإمكانيات التي تساعدهم المنافسة في سوق العمل والحصول على وظائف بشكل سريع. فحقيقة نحن فخورون بما تحقق من التعاون الدولي، ونقدم شكرنا الجزيل حقيقة لتفاعل الجامعة ووجود البيئة المحفزة في الجامعة والتي يقودها معالي مدير الجامعة، وأيضا مساندة الزملاء وكلاء الجامعة وعمداء الكليات. الحقيقة البيئة داخل جامعة الأمير سطام بيئة مريحة، بيئة منجزة، بيئة محفزة للعمل، وهذا الحقيقة يعني شواهده كثيرة، ولعل يعني الشواهد التي ذكرها الزملاء قبل قليل في سواء في شريط الفيديو أو ذكر الدكتور أحمد بحصول كلية الهندسة الاعتماد الأكاديمي ولم تمضي أكثر من 6 سنوات من عمرها الزمني، يعتبر إنجازا كبيرا جدا، يؤكد أن هناك عملا دؤوبا، هناك أناس يرغبون في التميز، أناس يعملون بكل جد ونشاط. أيضا الإنجازات تتوالى بأيضا حصول كلية العلوم على اعتماد الأكاديمي في برامج الرياضيات والفيزياء، أيضا العمل دؤوب على اعتمادات أخرى سواء كانت مؤسسية أو برامجية. فالإنجازات الحقيقة يعني مبهرة ومشجعة، وهذه الحقيقة أيضا جزء منها هو حصيلة من الشراكة الدولية التي حقيقة استفدنا من خبرات زملائنا في الجامعات الأخرى حتى نصل بالجامعة إلى ما وصلت إليه، والطموح ما زال عاليا. وأنا أعتقد أعرف أنه معالي مدير الجامعة وزملائي وكلاء الجامعة وجميع منسوبي الجامعة يتطلعون أن تكون الجامعة دائما في الصفوف الأول وتكون في قمة الترتيب بأسرع الطرق، وأسرع الطرق هو الحقيقة الاستفادة من الخبرات الدولية، وهذا ما تعمله الجامعة. فهنيئا لنا جميعا بهذا الإنجازات، وأتمنى من الله أن يعين الجميع في تحقيق أيضا الأهداف الأخرى للجامعة، وأن أيضا تكون الظروف مواتية للاستمرار في مسيرة التعاون الدولي، وأن نستطيع أيضا أن نحقق ما نخطط له من اتفاقيات جديدة سواء كانت في بريطانيا أو في أمريكا أو في أيضا شرق، أيضا في اتجاه الشرقي أيضا من أستراليا وغيرها، لأن حقيقة نطمح أن تكون الجامعة ضمن، أنا في طموحي الشخصي الحقيقة، هذا الكلام لما أذكر لمدير الجامعة، لكن طموحي الشخصي أن نكون ضمن التوب 10 في المملكة خلال 5 سنوات القادمة، وأنا أعتقد أن احنا قادرين، ومؤشرات النجاح موجودة، وأيضا شراكتنا الدولية تسندنا في هذا المجال. فأتمنى التوفيق للجميع، وأشكركم جميعا، وأشكر معالي مدير الجامعة على دعمه وتحفيزه لنا في التعاون الدولي، وعلى أيضا دعمه المنقطع النظير. كما أيضا أقدم شكري الجزيل لزملائنا في جامعة إرفاين على ما يقدمونه حقيقة من جهد متميز، نتمنى أيضا أن يتكلل نجاحهم في تميزهم في مجال الطلاب أيضا بتميز في مجال البحث، حتى تكون هذه الاتفاقية الحقيقة يعني نموذج يحتذى به في بقية الاتفاقيات. أشكر أيضا زملائي القائمين على هذا البرنامج، وأشكر أيضا كلية الهندسة على تنظيمها لمثل هذه الفعالية، وأتمنى لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم،
أما الآن مع كلمة راعي حفلنا هذا معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زملائي ضيوف الجامعة دكتور أحمد ودكتور فادي، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا في طريقنا أنا طلبت من الأخوان قلت في كلمة العميد وكلمة الوكيل يعني يكفي، والدكتور ما شاء الله، لكن الأخوان قالوا يعني شاركنا، قلت والله الحقيقة، ويوم شفتهم تكلموا وتحمست أكثر الحقيقة. لكنني حقيقة يعني أبارك للأخوان الزملاء في كلية الهندسة، ويعني أبارك لأنفسنا كذلك وللطلاب هذه الإنجازات التي تحققت من خلال الحقيقة هذه البرامج التي تتعاون فيها الجامعة مع جامعة عرفاين ومع جامعة كبك الكندية. وبقول يا أخوان بصراحة يعني كثير من الاتفاقيات التي تقام بين الجامعات، سواء بين جامعة الأمير سلطان وبعض الجامعات أو حتى على مستوى الجامعات الأخرى، نجد الحقيقة أن هناك بالفعل عدم استفادة كبيرة من كثير من الاتفاقيات التي تبرم بين هذه الجامعات. فتجد أنه يكون هناك حماس في الشهور الأولى، في العام الأول هناك تركيز على جوانب معينة، لكن بحق وبحمد الله التعاون مع هذه الجامعات كان منذ اليوم الأول وإلى ما شاهدناه اليوم كان الحقيقة يتقدم ويخطو خطوات متسارعة ويتطور كما ونوعا، سواء في أعداد الطلاب الذين يشاركون أو كذلك في المشروعات المشتركة التي تقام بين أعضاء هيئة التدريس في كلا أو في تلك الجامعات مع جامعة الأمير سلطان. ولعل ما تفضل فيه الدكتور أحمد الطويل اليوم من عرض الحقيقة يثرج الصدر، لكن العام القادم إن شاء الله الطلاب ما يروحوا لا نهاية، ركزون على قضية. فجدا الحقيقة البرنامج المكثف سواء فيما يتعلق باللغة الإنجليزية أو البرنامج العلمي في المختبرات والمعامل، وأنا أعتقد أنه الفرصة التي أتيحت في الأعوام السابقة لشريحة من الطلاب بالتأكيد ستنعكس على أدائهم، ستنعكس على خبراتهم، ستنعكس الحقيقة على معرفتهم. فهذه تجربة تعتبر جدا ثرية في هذه المرحلة العمرية وفي هذه المرحلة الدراسية. فأشيد الحقيقة وأشكر كل القائمين على البرنامج من جامعة عرفاين ومن جامعة الأمير سلطان في أنه يكون بالفعل الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات. والاتفاقيات ليس للمجال أو للاستهلاك الإعلامي أو غيره، لكن بالفعل يجب أن نقيس ما ينعكس فعلا على برامج الكلية وعلى أداء الطلاب وعلى يعني مشاركة أعضاء هيئة التدريس. فأنا جدا مسرور الجهود التي تبذل في الكلية، واستعرض جزء كبير منها الدكتور عبد العزيز، والحمد لله أن نتكلم لأنه هو ذكر أنه الكلام اللي في الشريط ربما يكفي، لكنني بالفعل لما استمعت لاستعراضه لبرامج التعاون الدولي سعدت كثيرا وشجعني شخصيا الحقيقة على أن أيضا نستمر في وبقوة في دعم هذا المسار مع الكثير من الجامعات. الجهود التي طبعا أثمرت عن تدريب هذا العدد من الطلاب أثمرت أيضا بجهود الكلية وجهود عميدها السابق، وأنا بهالمناسبة يعني أكرر الحقيقة وأقدر الخدمات الجليلة والمساعي الكبيرة التي بذلها الزميل الكريم الدكتور أسامة ظافر، فقد كان حقيقة يعني يؤمن بهذه الرسالة وبهذه المهمة، وقد أعطى طوال السنوات الماضية وكيلا للكلية وعميدا لها جهدا كبيرا. فباسمكم جميعا وباسم الحقيقة الجامعة أقدم جزيل الشكر والتقدير للدكتور أسامة، وأنا أيضا متفائل كثيرا بعميد الكلية الجديد أسأل الله له العون والتوفيق الدكتور محمد القحطاني، الذي بالتأكيد إن شاء الله سيواصل هذه المسيرة ويواصل تحقيق هذه الإنجازات، وإن شاء الله
نرى في هذا العام وفي الأعوام إن شاء الله القادمة مزيدا من العطاء ومزيدا من الإنجاز. لا شك أنه هذا اليوم يوم مبهج ويوم مفرح، وما ذكره الدكتور عبد العزيز من عمره القصير للكلية والإنجازات الكبيرة مؤشر كبير على الجهد وعلى العزيمة والإرادة والطموح الذي يملك زملائي في الكلية على اختصار المسافات وتحقيق ربما الشيء الكثير في هذه الفترة، ولعل الحقيقة أيضا يكون اعتماد الكلية واعتماد برامجها حافز كبير على مواصلة الجهد والتركيز على مخرجات الكلية وعلى برامج الكلية التي تعتبر هي العمل الحقيقي للجامعة. أنا أبارك لنفسي وأبارك لزملائي في الكلية من عميد ووكيل وأعضاء التدريس وطلاب وللجامعة، أبارك أيضا لزملائي في جامعة عرفاين على نجاحهم في هذا البرنامج المشترك. سعيد كثيرا بوجودهم معنا اليوم وتجشمهم عناء السفر في هذه الرحلة الطويلة لمشاركة الكلية في هذا اليوم الذي يتضمن هذا الاحتفال ويتضمن أيضا استعراض لمشروعات الطلاب البحثية التي عملوا عليها في هذا البرنامج التعاوني. أكرر الحقيقة شكري وتقديري ودعواتي أيضا للدكتور العميد والزملاء بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع التكريم، بداية بعميد كلية الهندسة السابق الدكتور أسامة آل ظافر. أما الآن مع تكريم الطلاب والوفد الزائر الدكتور أحمد الطويل. الدكتور فادي قرداحي. المهندس ديفيد. أما الآن مع الطلاب المشاركين، بداية عبد الرحمن بن سليطين، محمد غزواني، خالد العصيمي، رائد القحطاني، سعود الحبيبان، محمد التميمي، فهد القميزي، تركي الدوسري، رائد الحربي، فارس الشهري، أحمد الحربي، عبد الله العتيبي، عبد العزيز القحطاني، عبد الهادي الدوسري،
علي الرقيب. سعود القحطاني. مشاري الرئيس. ذياب السبيعي. سعود الودعاني. عبد الرحمن القطامي. رائد الأحمدي. علي العليمي. عزام الحناكي. سعيدان القحطاني. سامي الفيفي. سعد المهنا. معاذ العسكر. مالك السعيدان. حاتم الحقباني. إبراهيم الدوسري. ختاما نتمنى لمعاليكم جولة موفقة في المعرض المصاحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.